ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. حصلت ماروك أخبار يومية على أول صورة للطفلة زينب المختطفة بعد العثور عليها يومه السبت وهي في حضن والديها بإحدى الدوائر الأمنية بمدينة الدار البيضاء. واختفت الطفلة زينب والتي تدرس بالقسم الأول ابتدائي كما أوردت ذلك في أخبار سابقة ماروك أخبار يومية منذ يوم الاثنين الماضي، ليتم اليوم العثور عليها بتدخل مباشر من رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء بعدما اصطحبتها المختطفة إلى مدينة مراكش. هذا وتعيش أسرة الطفلة زينب حالة من الفرح بعد العثور على ابنتها. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.